بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حبيبي الغالي، هذا المكان هو مكاني ومكانك. هذه الفترة الضيقة التي إذا متنا سندخلها محمولين كما نحن نحمل غيرنا من الناس، ونأتي بهم إلى هذه المقبرة ثم ندفنهم في هذا المكان. انظر يا رعاك الله، انظر إلى مكانك، التراب هو فراشك، التراب هو فراشك وهو غطاءك. هذا المكان الذي ستوضع فيه وسأوضع أنا فيه، لكن يا ترى ما هو الحال؟ ما هو المصير في هذا المكان الذي تراه الآن أمامك؟ هذا المكان ستوضع فيه وسترحب. هذا المكان هو مكانك، مكان ضيق. هذا المكان إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. أخي الغالي، ربما تعيش في بيتك في قصور، وتلك الدور العظيمة الفاخرة، ومع ذلك تشعر بضيق، وتشعر بهم، وتشعر بالأمور تجعل حياتك كلها نكد. ولكن في هذا المكان يا الله، ما هذا المكان؟ هذه الحفرة أنيسك عملك، إما الصالح وإما غير ذلك. في هذا المكان الدود يأتيك فيأكل جسدك، ذلك الجسد ربما كان جميلا، ولكن هيهات هيهات، إما نعيم وإما جحيم. فاعمل لنفسك، اعمل لنفسك في هذا المكان الذي والله لن تستطيع عليه إلا إذا كنت صاحب خوف من الله وعمل صالح قدمته لهذه الحفرة. سبحان الله، ربما لا تستطيع أن تنام في أفخر الأماكن، فكيف بهذا الختام الذي أسأل الله لي ولك الختام؟ تب إلى الله، تب إلى الله، ارجع، اندم، اندم قبل أن يأتي يوم، يوم لا ينفع فيه، ينفع فيه. لا تستطيع أن تعيش في بيت ضيق، والله لا تستطيع، فكيف بهذه الحفرة؟ أنصح نفسي وإياك بالرجوع إلى الله، بالندم، بالتوبة والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أسأل الله أن يغفر لي ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.